السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. في هذا الدرس سنتطرق إلى سؤال وسنجيب عليه، وهذا السؤال هو كما يلي، يعني دائما يعني يتعلق بمسألة في مسائل الرياضيات، ولكن كما قلت يعني رغم أن الفيديوهات بالعربية هذا لا يعني بأن هذه الفيديوهات في مستوى الثانوي. على سبيل المثال الفيديو الذي سنتطرق إليه اليوم ليس في مستوى الثانوي، والسؤال الذي سنتطرق إليه هو كما يلي: ما هي الدالة المولدة، ما هي الدالة المولدة لأعداد برنولي؟ سنعرف ما هي أعداد برنولي، سنعطي تعريفا من التعريفات التي تعرف أعداد برنولي، وسنعطي الدالة المولدة لأعداد برنولي، والجواب موجود في ويكيبيديا العربية. الجواب موجود في ويكيبيديا العربية، إذا فتحت ويكيبيديا العربية في صفحة أعداد برنولي فإنك ستجد تعريف الدالة المولدة لأعداد برنولي. إذا جيد، نرجع من الناحية التاريخية، يعني من الناحية التاريخية 1707 1705. إذا سنة 1705 توفي جاك برنولي. هذه الأعداد تسمى أعداد برنولي نسبة إلى جاك إلى جاك برنولي. وفي سنة 1707 ولد ليونار أولر، ويعني أول ليس يعني أول من لاحظ وجود هذه الأعداد هو هذا العالم، هو جاك برنولي، هو عالم سويسري. ويعني سننظر يعني مثال على الصيغ التي تظهر أعداد برنولي. والسؤال الذي طرحناه ما هو السؤال الذي طرحناه هو كما يلي: ما هي هذه الدالة؟ شكون هي الدالة اف دو اكس؟ شكون هي الدالة اف دو اكس؟ هاد اف هذه شكون هي؟ هاد الدالة اف دو اكس اللي كتساوي التي تساوي، ما هي هذه الدالة اف دو اكس التي تساوي بيكا x على la puissance k. k غادي من صفر الى ما لا نهايه. سنبحث عن هذه الداله في يعني بطريقه اخرى لطرحيه سؤال: ما هي الداله المولده لاعداد برنولي؟ بطبيعه الحال اعداد برنولي هي بيكا. إذن قبل ان نطرح هذا السؤال سنعطي تعريفا لأعداد برنولي. ليس هناك صيغة بسيطة تعطينا أعداد برنولي، ولكن هناك يعني على الأقل عدد من التعريفات. أنا قلت يعني واحد تعريف من التعريفات هو سيجما دو إن زائد واحد كيف غادي من صفر حتى ال إن كا بي كا تساوي ناقص سيجما ان صفر. هذا هو تعريف اعداد برنولي. يعني بتعبير اخر يعني لغه، يعني ما هي الاعداد الجذريه التي تذهب بك التي تذهب بالتوافقيات هذه تسمى التوافقيات او لي كومبينيزون يعني باللغه الفرنسيه. ما هي الاعداد التي تسير بك يعني بالتوافقيات اللي هي اعداد طبيعيه؟ هذه كما قلت يعني في فيديو اخر، هذه اعداد طبيعيه. واعداد برنولي هي اعداد جذريه دي نومبر باللغه الفرنسيه دي نومبر راسيونيل. جيد، ساعطي مثال على ام. يعني قبل ان اعطي مثالا على ام، ما هو هذا الرمز؟ هذا الرمز هو لو دلتا كرونيكر، لو دلتا دو كرونيكر. دلتا دو كرونيكر كيعطينا واحد ولا صفر، كيعطينا واحد ولا صفر. إذا كانت ان كتساوي صفر غادي تعطي هذا العدد، هذا هو واحد. وإذا كانت ان تختلف عن الصفر فإن هذا العدد يساوي أيضا الصفر. أعداد برنولي هي اللي موجودة هنايا. سنشاهد بعد قليل هذا ناقص هذا، علاش كاين هذا الناقص هذا. إذا جيد، أعيد.
تساوي n فاكتوريال على k فاكتوريال n ناقص k فاكتوريال n ناقص k فاكتوريال. هذه تسمى توافقيات، هذه تسمى توافقيات، وهذا هو عدد، وهذا عدد طبيعي، وهذا يعني يدخل في إطار التعداد، في يدخل في درس يسمى التعداد باللغة الفرنسية لو دينومبرومون. إذا كانت عندي واحد مجموعة، إذا كانت هناك مجموعة تتكون من n عنصر وطلبت منك على سبيل المثال أن تختار k عنصر كأصغر من n، فإن عدد الطرق التي تمكنك من يعني اختيار k عنصر من هذه المجموعة هو هذا، هو العدد k من n، n عاملي مقسوم على k عاملي مضروبة في n ناقص k عاملي قد يرمز إليه هكذا n k، يعني سكا من ان، سكا من ان. وهذا الرمز كما قلت يعني مسبقا هذا الرمز قديم، الرمز الحديث هو هذا، الرمز الحديث هو هذا. ويعني جيد، اعود الى هذه يعني بين قوسين يعني تعريف التوافقيات لانه ليس هو موضوع الدرس اليوم. اعداد برنولي، اعداد برنولي، اذا كتقول بان سيجما ك من n زائد واحد بك ناقص تساوي ك غادي من صفر الى n. ماذا نلاحظ؟ يعني اول الملاحظه التي الاحظها في هذه الصيغه هو ان ك كيمشي من صفر الى n، ما كيمشيش من الى حدود n زائد واحد. يعني على سبيل المثال غادي ناخذ مثال يساوي صفر، إن يساوي صفر، إذا كا يذهب من صفر إلى صفر، غادي تعطينا صفر من واحد، بي صفر يساوي سيما دو صفر، صفر يساوي واحد، يعني بي صفر يساوي واحد. إذا عرفنا الحد الأول من متسلسلات برنولي، أن الآن سنعرف الحد الثاني من متسلسلات برنولي، إن يساوي واحد، إن يساوي واحد، إذا كان إن يساوي، غادي نكتب هنايا بي صفر يساوي واحد، إن يساوي واحد غادي تعطيني هنا جوج صفر واحد زائد بي يساوي صفر، هنا صفر هنا واحد. هذا هو التعريف، هذه الصيغة التي تظهر فيها أعداد برنولي في الحد الأول. يعني كما قلت يعني هذا تأليفة خطية، أعداد برنولي هي تأليفة خطية للتوافقيات، تذهب بنا إلى الصفر، تعطينا الصفر، يعني جيد. إذا هذه غادي تعطيني واحد زائد اثنان بي واحد تساوي صفر، يعني بي واحد يساوي ناقص واحد على اثنان، بواحد يساوي ناقص واحد على اثنان. سأمر إلى المعادلة الثالثة، المعادلة إن يساوي اثنان، ولا إن يساوي اثنان بصفر زائد بواحد زائد باثنان يساوي صفر، هنا ثلاثة بصفر واحد اثنان، هنا غادي تعطيني ثلاثة، لا صفر من ثلاثة غادي تعطيني واحد زائد ثلاثة بواحد زائد ثلاثة باثنان تساوي صفر، يعني هنا غادي تعطيني واحد ناقص ثلاثة على اثنان، لأن هذيك ناقص واحد على اثنان بواحد يساوي ناقص واحد على اثنان زائد ثلاثة باثنان، يعني باثنان يساوي واحد ناقص ثلاثة على اثنان، يعني ثلاثة على اثنان ناقص واحد هي واحد على اثنان في ثلاثة يساوي واحد على ستة، إذا باثنان يساوي واحد على ستة.
وهكذا وهكذا. انا يعني اعتقد يعني انا اطمح، انا ارجو ان يكون يعني قد فهمت يعني هذا يعني تعريف لمتسلسلات برنولي. يعني دائما نكتب هذه التأليفة الخطية، هذه يعني المقدمة للفيديو، وربما يعني الفيديو فيه 10 دقائق، ربما أضيف 10 دقائق أخرى، يعني لا أدري. هل جيد؟ أو ربما حتى لا الفيديو لا يكون طويل، سأحاول أن أعطي الجواب ولا أبرهن عليه، سأعطي الجواب ولا أبرهن عليه، وأعطي الطريقة أيضا، أعطي الطريقة التي تستعمل من أجل البرهان على الدالة المولدة. نحن نبحث عن الدالة اف تو اكس التي تحقق سيجما دو بيكا اكس على بيسونس ك. بيكا هي أعداد برنولي. نحن نبحث عن هذه الدالة، هذا هو المفهوم، الدالة المولدة، الدالة la fonction générée. فونكسيون جينيراتريس باللغة العربية هي الدالة المولدة لمتسلسلة، وباللغة الفرنسية لا فونكسيون جينيراتريس دون سيري، ولا فونكسيون جينيراتريس دون لا فونكسيون جينيراتريس دون وي دون سيري دون سيري. جيد. إذا وباللغة العربية الدالة المولدة لهذه المتسلسلة. إذا نحسبوا هذا، سأعطي الجواب، الجواب وجدته في مقال باللغة الإنجليزية، وهو يعني موجود في ويكيبيديا الفرنسي، ويكيبيديا العربية. إذا جيد، إذا غادي نحسب E أس X ناقص 1 مقسوم على X مضروبة في X على E أس X ناقص 1، هذه كتساوي واحد. إذا هذه هي الدالة المولدة. الدالة المولدة التي نبحث عليها هي هذه الدالة، هي x مقسوم على e أس x ناقص 1، وسنشاهد يعني هذا الجداء، يعني e أس x ناقص 1 موجود هنا موجود هنا، x موجود هنا موجود هنا، يعني أن هذا الجداء يساوي 1. إذا غادي نكتبوها، هذه كتساوي سيجما x على بوسونس e على e عاملي مضروبة في سيجما من صفر حتى ما لا نهاية مضروبة في سيجما دو اي على اي اكس على بيسونس اي من صفر حتى ما لا نهاية. إذا أنا يكفي أنني نحسب هذا الجداء، الطريقة التي استعملها من أجل البرهان على أن الدالة المولدة لمتسلسلة برنولي هي الدالة هذه، هو أنه يكفي أن أحسب هذا الجداء، يكفي أن أحسب هذا الجداء. هناك خطأ، ناقص واحد مضروب في واحد على إكس. إذن هذه كتساوي، غادي نحاول نمشي شوية في الحساب، غادي تعطيني سيجما دو إكس على بيسونس إي من واحد حتى ما لا نهاية على إي عاملي واحد على إكس مضروبة في سيجما دو أ إي إكس على بيسونس إي. هذه غادي تعطيني هنا ناقص واحد وهذه واحد على اكس يمشي، غادي تعطيني سيجما، هنا غادي ناقص واحد، هنا غادي نزيد واحد، اكس اس اي اس اي زائد واحد عاملي سيجما دو با اي اكس على بيسونس اي. اذا اعود نكتب هذه، غادي تعطيني اكس، تعطيني اصفر، لا غادي تعطيني واحد، هنا في الوقت اللي غادي يكون اي كيساوي صفر، الوقت اللي غادي يكون اي يساوي صفر غادي تعطيني واحد زائد اكس على اثنان زائد اكس اس اثنان على ثلاثة عاملي زائد اكس اس ثلاثة على أربعة عاملي وهكذا. مضروبة سيجما دو أكا
اي اكس اس اي. اذا هذه نكتبها بشكل اخر، أصفر زائد أ واحد إكس زائد أ اثنان إكس أس اثنان يكفي أن ننشر لكي نحصل على الجواب الذي نحن نبحث عليه. غادي نشر لكن غادي سأنظر إلى فقط على سبيل المثال، ليس على سبيل التعميم وإنما على سبيل المثال، سأنظر فقط إلى الحد حيث يكون إكس أس اثنان. إذا باش يكون إكس أس اثنان عندي اثنان تساوي صفر زائد اثنان في نفس الوقت تساوي واحد زائد واحد في الوقت تساوي اثنان زائد واحد، اثنان زائد صفر. إذا في الوقت اللي غادي يكون عندي إكس أس اثنان يعني واحد، في الوقت اللي غادي يكون عندي مثلا إكس في الوقت اللي غادي يكون عندي إكس أس صفر غادي أ صفر إذا أ صفر تساوي واحد، أ صفر تساوي واحد. في الوقت اللي غادي يكون اكس اس اثنان اذا غادي تعطيني اي اثنان زائد ا واحد على اثنان زائد ا صفر على ستة تساوي صفر. هذه المعادلة هي نفس ا واحد. أعيد أ اثنان زائد أ واحد مقسوم على اثنان زائد أ صفر مقسوم على ستة. هذه المعادلة هي نفسها المعادلة التي تحددها التي تحققها متسلسلة برنولي. أعلم بأن هذا البرهان يعني أيضا يعني ماشي كامل، ولكن على الأقل أعطتنا فكرة على الدالة المولدة لأعداد برنولي النتيجة التي سأكتب النتيجة وأنهي بها الفيديو. النتيجة هي أن x على e plus x ناقص 1 تساوي سيجما بيكا مصطلح سهل أنفيني x على بوسونس k. هذا هو النتيجة التي وصلت إليها، وبيكا هي أعداد برنولي. وهذه علاش تسمى بيكا ناقص؟ علاش؟ لأن هناك تعريفان لأعداد برنولي. التعريف الأول حيث يكون ب1 يساوي ناقص 1 على 2، ب1 يساوي ناقص 1 على 2، وفي بعض التعريفات الأخرى ب1 يساوي زائد 1 على 2. يعني في تعريف ب1 يكون يساوي ناقص 1 على 2، وفي تعريف آخر يكون ب1 يساوي 1 على 2. وكيف يعني نميز هذين التعريفين؟ نميزهما بهذا الرمز بيكا ناقص، يعني بأن بي واحد يساوي ناقص واحد على اثنان، تماما كما وجدنا وكتبنا في مقابل بأن بي واحد يساوي ناقص واحد على اثنان. أشكركم على المتابعة، ولنا إلى أعداد برنولي عودة في المستقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.